وصفات اليوم هي عبارة عن كريات ديال التمر بالزنجلان واللوز والقرقاع والكوك وزريعة الكتان أو بذور الكتان. كتجي غزالة ورائعة وصحية بزاف وغنية بالمعادن بالنسبة لوليداتنا المقبلين على الامتحانات. بالنسبة للوليدات ديال الجهوي والوليدات ديال البكالوريا، حظ موفق للجميع يا رب العالمين. يعني كنتمنى وصفة اليوم تنال الإعجاب ديالكم، ما تنسوناش البارطاج واللايك، ونبداو على بركة الله. الو، بالنسبه للمقادير، هنا عندنا عجينه ديال التمر، يا اما كنشرو التمر وكنديروه نبخروه في الكسكاس وتنطحنوه، اولا تناخدو ديك العجينه اللي كتكون كتباع متوفره عند كيبيعوا مستحضرات الحلويات ولا في لي غون سورفاس. عندي هنايا الكوك محمر في الفران، هنا عندي القرقاع مطحون، الزنجلان هنايا الزنجلان حمرته غسلته بطبيعه الحال وعاد حمرته في الفران وطحنته. اللوز كذلك هنا محمر في الفران بالقشره ديالو ومطحون. وعندنا هنا بذور الكتان اللي عي كنقيوها وكنطحنوها. وباش غادي نخدموا هاد المقادير، عندي هنا العسل، وعندي هنايا زبده ديال الفول السوداني ولا كاوكاو، وعندنا النوتيلا. الوغ نبداو على بركه الله. الوغ هنايا العجينه ديال التمر غادي نضيفوا عليها جميع المقادير. عندي هنايا من كل شكل عندي 3 المعالق ديال الزنجلان، 3 المعالق ديال اللوز، 3 المعالق ديال بذور الكتان وزرعة الكتان، و3 المعالق ديال القرقاع، و3 المعالق ديال الكوك محمر. غادي نخلطوهم هنايا، غادي نضيفو عليهم ملعقة ديال زبدة ديال الكاكاو ولا الفول السوداني. الا ما عندكمش متوفر كديرو عين الكاوكاو كطحنوه وكتضيفوه على المقادير. انا عندي متوفره درتها. وغادي نضيفوا ملعقه من العسل، العسل من الاحسن يكون عسل من النوعيه الممتازه. غادي ندير هنا معلقه كبيره حيت غادي نضيف عليه النوتيلا. ما غادي ما كنتوش حديروا النوتيلا كديروا 2 معالق ديال العسل. النوتيلا غنخليها حتى الاخر. غادي نخلطوا المقادير مزيان مع بعضياتها حتى كيتجانسوا لنا هذوك المقادير مع بعضياتهم مع العجينه ديال التمر بهذا الشكل هذا. صافي، هنا غادي نضيفوا معلقه ديال النوتيلا كيف قلت لكم. الا ما كانتش عندكم توفرة كتزيدوا معلقه ديال العسل. صافي، وغادي نزيدوا نخلطوا المقادير حتى كنحس بالمقادير دخلوا مع بعضياتهم مزيانين بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. يعني واحد الوصفه اللي غزاله بزاف، وتا بالنسبه للنساء اللي كيبغوا يديروا الريجيم، هذه كفيكم 3 الكريات في النهار، غنيه 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 بالسعرات الحراريه اليوميه. صافي، هنايا صافي بانت لي العجينه مزيانه. هنا غادي ندوزو نشكلوها على شكل كريات. كريات كتبقى نتوما على حسب الاختيار ديالكم، بغيتوهم كبار بغيتوهم متوسطين. صافي، هنا غادي نكورهم مزيان عاد ندوزو للتزيين. فوالا، هنا الكريات ديالي انا وجدتهم صافي مزيانين. هنا بالنسبه اللي غادي نحتاجو هنايا للتزيين، غادي نحتاجو هنايا الكوك، غادي نحتاج رقائق ديال اللوز، الزنجلان محمر، وهنايا الكونكاسي ديال اللوز، اللوز محمرين. راه بدايه غادي نبدا ندير الكريات ديالي في الكوك بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكوك والزنجلان ما غاديش نحتاج ندهن الكريات ديال التمر حيت غادي يشد ليا فيهم مزيان، ولكن بالنسبه للكونكاسي ديال اللوز والرقائق غادي نضيفو عليهم، غادي ندهنهم بشويه العسل باش كتسهل علينا العمليه. صافي، هنايا كملت ديال الكوك. غادي ندوزو نديرو الكريات ديال الزنجلان بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. We'll be right back.
هنايا بالنسبه للرقائق ديال اللوتس كيف قلت لكم، هنا غادي ندهنهم بشويه العسل باش غادي تسهل عليا منين غادي نبغي نكون نديرهم في هذوك الرقائق يتهزوا ليا بسهوله. نفس الطريقه غادي نديروا الكونكاسي ديال اللوز، وغادي نبقى غادي على هذه الطريقه، وغادي يبقاو لي واحد، وغادي نخلي واحد الكريات هذوك، وغادي ندير فيهم الفيرميسيل ديال الشوكولا ملونه باش نفرحوا الوليدات ديالنا ونعطيو واحد المنظر مغاير في الطبق ديال الزين ديالنا. غادي نبقى غادي على هذه الوتيره حتى غادي نكمل الكريات ديالي ونتلاقاو في الطبق الاخير، طبق الزين، طبق التقديم. ونتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم الاستحسان ديالكم، وما تنساوناش في لي بارطاج ولي لايك. وشكرا لكم بزاف بزاف على تعليقكم الزوينه وعلى المشتركين الجداد اللي دخلوا معايا، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ونتلاقاو. فوالا، هذه هي النتيجه الاخيره ديال الكويرات ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا هذوك اللي خليتهم درت فيهم الفيرميسيل ديال الشوكولا بين لينا واحد اللون اخر في الطبق ديال التقديم ديالنا. كنتمنى هاد الكريات ديال التمر تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتجربوهم وتعطيوهم لوليداتكم، تخليهم يستعيشوا غزالين وغنيين بالطاقه لوليدات ديالنا. ونخليكم في رعايه الله، ومع السلامه.